بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شفنا الشخصيات ديال رواية كونديد و لوبتيميزم وشفنا تلخيص ديال لي شابيتر من 1 حتى 30. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا تلخيص شامل على هاد الرواية. نبدأ على بركة الله. لو جون كونديد إي تيلفي دون لو شاتو دو تاندرتان ترانخ أون ويستفال. يعني الشاب كونديد عاش في القلعة ديال تاندرتان ترانخ في ويستفالي. إل مان أون في أوغوز أو بخي سون بريسيبتور بانغلوس. عاش واحد الحياة سعيدة مع المعلم ديالو بانغلوس. كي نو سيس دو ريبيتي كو توتي بوغ لو ميو دون لو ميور دي موند بوسيبل. يعني هاد الفيلسوف هذا دائما كيردد على ان كل شيء غادي نحو الافضل، افضل عالم في من العوالم الممكنه. سوبوندون كونديد تومب اموغو دو لا جون كينيغوند. يعني فجاه كونديد ولا في واحد العلاقه غراميه مع كينيغوند في دي بارون غران سينيور دو ويستفال، الابنه ديال البارون اللي هو السيد الكبير في ويستفال. سوربري اون تران دو لومبراسي كونديد اي شاسي دو بارادي تيريستر. يعني اللي تفاجئ هذا البارون تفاجئ على ان كونديد بغى يقبل البنت ديالو، وفي الاخير تم الطرد ديال كونديد من الجنة الارض. Il découvre à sa grande surprise que le monde est totalement différent de l'image que lui a donné son précepteur Pangloss. يعني اكتشف واحد الاكتشاف ولا تفاجئ واحد المفاجأة كبيرة على ان العالم اللي عايش فيه مختلف تماما على الصورة اللي كان دائما كيعطيها له المعلم ديالو بانغلوس على يعني الحياة في العالم. ونقطة انجاجي دو فورس دون لغمي، يعني تم التجنيد ديالو بالقوة في العسكر بلغار يعني البلغاري. كونديد بارتيسيب ا اون غير سانغلونت. يعني كونديد شارك في واحد الحرب دامية اونتر لي زاباغ اي لي بلغار، يعني ما بين المغول والبلغاريين. اي ا لاكيل انو كومبرو ريان، يعني في هذه الحرب هذه ما بقى فاهم والو. اي فوي لاغمي يعني هرب من العسكر. الموندي اي سو ديريج فيغ لا هولندا، يعني مشى كيطلب واتجه نحو هولندا. و لو فاناتيزم ريليجيو با سون بلان، يعني تما يعني في هولندا فين كاين التعصب الديني اللي وصل يعني الاقصى ديالو. كونديد غوتخوف باغ هازار سون بريسيبتور بانغلوس. يعني كونديد التقى بالصدفه المعلم ديالو بانغلوس سوفي par le bon anabaptiste Jacques. يعني بانغلوس اللي تم الانقاذ ديالو من جاك المعمد. اي ديفيغوري بار لا فيرول، يعني تشوه في الجسد ديالو من بسبب مرض الزهري اللي نقلته له يعني ديك العاشقه ديالو الخادمه ديال البارون. بين قوسين هاد لا فيرول هي مالادي سيكسيولمون ترانسميسيبل، يعني مرض منقول جنسيا. اريفي او لارج دو ليزبون، يعني وصل للسواحل ديال لشبونه. كونديد اسيست او نوفراج دي باتو، يعني كونديد شاهد الغرق ديال السفينه. سويت ا اون تومبيت فيولونت، عفوا يعني بسبب واحد العاصفه شديده. الفوا اوسي لا مور دي بون انا بابتيست، يعني وشاهد كذلك الموت ديال جاك لانا بابتيست دوفون لانديفيرونس دان ماتيلو كيل فوني جوست دو سوفي، يعني بسبب لا مبالاة ديال واحد البحار اللي هو براسو تم الانقاذ ديالو. اون فوا ا ليزبون، يعني واحد المره في لشبونه. كونديد اي شوكي بار لو نومبر دو مور كوزي بار ان تيريبل ترومبلومون دو تير، يعني كونديد تفاجئ بالعدد الهائل ديال الناس اللي ماتوا بسبب الزلزال ديال الارض. لي ساج دو ليزبون، يعني الحكماء ديال لشبونه، اورغانيز ان نوتو دافي، يعني نظموا واحد القربان يعني واحد اعدام. بور سو بريمونيغ دو دي كاتاستروف ناتشورال، يعني باش يعني يتهناو من هاد او الوقايه من هاد الكوارث الطبيعيه. كونديد اي كونداني، يعني تم الاعتقال ديال كونديد. اي اتر فلاجولي، يعني تم الجلد ديالو. الوغ كو بانغلوس اي كونداني اي اتر برولي، يعني بينما بانغلوس تم الاعتقال ديالو وتم الحرق ديالو ابتي فو، يعني بواحد النار صغيره. افيك دو بورتوغي اي ان باسك، يعني مع واحد جوج برتغاليين وواحد الباسكي اللي كاين في يعني من اسباني.
نقطة لو لوندومان يعني بعد غد لا تيغ ا ترومبلي كوزون دوتر ديغا يعني وقع زلزال آخر اللي نتج عليه خسائر فادحة سوفي بار كونيغوند كي دوفوني ميتريس دو غران انكيزيتور كونديد سونفوي على امريك دو سود يعني كونيغوند هي اللي نقدات كونديد ولات هي العشيقة ديال المحقق الكبير إذن كونديد من ثم بعد ذلك يعني هرب لأمريكا الجنوبية أكومباني دو سون فالي كاكومبو يعني مشى معاه الخادم ديالو كاكومبو كونديد ديكوفر دي زاتروسيتي إنورم يعني كونديد اكتشف في أمريكا الجنوبية بعد الفضاعات الكبيرة لوبريسيون دي جيسويت أو باراغواي يعني الظلم ديال اليسوعيين في الباراغواي لي زانترو بوفاج يعني اكل لحوم البشر الي ليسكلافاج يعني العبوديه ابخي ان بريف سيجور اون الدورادو يعني بعد واحد الاقامه وجيزه في الدورادو بي او لو مال نيكزيست با يعني الدورادو واحد البلد ما فيهش الشر كونديد غوغاني لوروب يعني رجع كونديد لاوروبا مي غومارك كو لو مال سوبسيست اونكور اون فرانس اي اون انجلتير يعني لقى ان الشر باقي كاين في فرنسا وفي انجلترا il noue une amitié avec le philosophe Manichéen Martin دار واحد الصداقه مع واحد الفيلسوف سميتو مارتان كي لو سوي اي لوي بروديج دي كونساي يعني بقى كيتبعو وكيعطيه نصائح il retrouve Pangloss qui lui apprend que Cunégonde se trouve sur les bords de la Propontide يعني التقى بانغلوس اللي خبرو ان كينيغوند كتواجد في السواحل ديال لا بروبونتيد كونديد روتروف بانغلوس اي لو بارون جيسويت دوفوني اسكلاف يعني كونديد اكتشف على ان بانغلوس والبارون اليسوعي ولاو حتى هما عبيد اللي ليبر اي ايبوس كينيغوند يعني حررهم او سلكهم وتزوج بكينيغوند دوفوني ليد اي انسوبورتابل يعني ولات قبيحه ولا تحتمل نقطه سون زارجون اي سون ترافاي يعني بدون مال وبدون عمل لا بتيت كوميونيتي يعني الجماعه الصغيره ديال كونديد سانستال دون زون ميتيغي يعني استقروا في واحد المزرعه باش يعيشوا واحد الحياه سعيده هذا الشيء اللي كاين في هذا التلخيص ديال هذه الروايه كامله نتمنى ما نكونش طولت عليكم ما عليكم غير تابوناو في لاشين ودعمونا بلي لايك وإلا كان شي استفسار أو بغيتو شي موضوع نتحدثوا عليه بالدارجة فتكتبوا داك الشي في التعليقات شكرا على المتابعة ديالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة